فارس. لين ابو حاتم. شك اشتهيت لك بشباط سخنين وطيبين. دوق. لك يسلموا هالايدين يا رب، بس ليش معزب حالك؟ الله خليك. تسلم تسلم، خلينا اياك. عود عود اشرب لك كاسه شاي ليك ممتازه. ان شاء الله صحتين. هنا بدك شيء؟ عاوز شيء؟ لا والله سلامتك. يلا يعطيك العافيه. السلام عليكم. لك يسلموا يا ابو حاتم. الله يسلمك. فهمت علي شو رح تعمل؟ اذا ما بتقدر لي من هلا ما بقدر. يا باطل اكيد بقدر. ماشي. شو فياض، انت عليك بس تكتفوا. اسم انه انا حافظني من كتر ما بيطلع بعيوني. بعد ما تكتفوا انا اللي رح نطالع بيته. قاطعك لك فكري ابو حاتم مهرهير، انا بلفه بايدي مثل كبكبه الصوف. بس وينك؟ اللي هي اخر سرقه، انا بعدين بدي اترك الحاره وروح اتزوج. قول ان شاء الله، قول ان شاء الله حبيبنا اللزاق. ها ليكو. فياض، يا فياض، مين درسك علي؟ ها؟ مين درسك؟ حاتم خير، شو في؟ منو؟ ولا؟ قول مين اللي درسك علي ولا؟ احكي احكي ولك احكي احكي. يلا يلا يلا. يلا 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 لك مش شاء الله بحاجه من ابو وقت. لك هذا دمه حميمه، دبروا له شيء عربيه شيء حطوا له ضفيع على المستشفى. لك يلا يلا. لك مش شاء الله شو عم تصنعوا. يلا 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 الرجال صار بزمة رب العالمين، ما بيجوز تحكي عنه هيك. يا ابي هذا كان حيرة وحكي بيني. ايه والله كان حيرة وحكي ابو حاتم. والله سلم واخذ جزاته. انا مالي رايح كنت قتله. الله سبحانه وتعالى اعطاني القوة ودافعت عن حالي. الحمد لله على سلامتك يا ابي عمي. الف حمد وشكر اللي رد لنا اياك سالم. يا ابي. حط لنا نقمة نفطر ونروح نفتح القهوة ونشوف رزقنا. انت بتأمر من عيوني، تعوا يا بنات. يلا يا مو يلا الله يرضى عليكم. ابو حاتم
عرفت من اللي دفشوا عليك لهالزلمة؟ ما قدر يحكي يا أبو حاتم، ما قدر. دخيلك يا ابن عمي، من اليوم وطالع بدك تدير بالك على حالك، لأنه هذا الزلمة اللي قتلته إلا يكون في وراء حدا هو اللي دفشه. معلوم في حدا وراه، معلوم. ربي سبحانه وتعالى يكشفه وأعرفه وقتها لكل حادث حديث. دخيلك يا ابن عمي، دورني دير بالك على حالك. تسلمي. حاتم، اهلا بجودك. شرف معي المقبرة عبزار. خير ان شاء الله؟ في كم سؤال بيسألك يا مشرف. شرفوا سيدي. معناته الواوي لازم ندير بالنا منه. معلوم لازم ندير بالنا منه. اصلا هو وين كان لما قتل فياض؟ وين ما كان يكون، نحن لازم نجيبه ونقربه بالقوة. ليك الحكي، لك مين نحن لحتى نجيبه ونقربه بالقوة؟ لك يا ابو كاسين، ما بيجوز من الله الحكي، ما بيجوز. ليش ما بيجوز ابو عصام؟ لك مين نحن؟ ايش هو مخفر؟ مالك الزلمة قاعد ببيته وقصر في الطوشة كلها، بس بدنا نسيء الظن بالناس يعني. يا سيدي سيء الظن بالواوي، أنا أصلا ما ارتحت له، ومن يوم ما فات على الحارة ما شفنا غير البلاوي. أبو ظافر ما ارتحت له شيء، والزلمة نسيء الظن في شيء ثاني، ما بيجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أبي أبو جودة، اتخذوا لعمي أبو حاتم على المخفر. شو عم تحكي؟ يا صاحبي والله لو كنت بعرف انك مانك رده لاب حاتم ما كنت بعدتك لعنده. ولك بس ما خطر لي انه ختيار هالجن رح يقدر عليك. بعد ما مسكوك خفت يجبروك ويعذبوك ويخلوك تحكي، وساعتها كانت رح تروح علي وعليك. بس وحياة عشرتنا يا فياض، انه تاري عند اهل حارة الضبع صار تاري، وحياة التراب أبركه الشارف. بخاطرك يا صاحبي، بخاطرك. لا تخاطرها بحاتم، شلون ما بتعرف انه جاي قتلها؟ لك يا بجودات، شبك انت شو صاير لك؟ عم اقول لك انا ما عرفته لفياض الا بعد ما كشفت له عن وشه الملتم، وقتها كان خالص. لك شو انا منين بدي اعرف؟ ليش بيقتلني؟ ايوه روق وكسب الصلاه على النبي. لكان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم، شو المطلوب مني هلا؟ نعمل تحقيق بالحادثه. اتفضل ابو جودات، افتح تحقيق. مين كان شك يعني؟ وبعدين معك يا ابو جودات، انت لعيبتها بدك ضلت تتمدمد على كبارية الحارة؟ على القليلة خبرنا، مو هيك لا احم ولا دستور. هلا فهمونا خير اخي، ليش بعت ورا ابو حاتم؟ اهلا وسهلا بكبارية حارة الضبع، قولوا السلام عليكم بالاول. يه الله لا يوجه له الخير، وليش كان بده يقتل ابو حاتم بعيد الشر عنه؟ والله ما حدا عرف يا فريال خانه، ابن عمي عم بيقول انه كان بده يحكي بس ما قدر، والله سبحانه وتعالى اخذ منه الامانة قبل ما يقول شيء. يلا الله يعفي عنه، راح لرحمة ربه، بذمة الله. معناتها من ايمتى هذا عم يحفر له لابو حاتم؟ لا تروحي لبعيد، يمكن يكون هو السبب بكل المصايب اللي صارت بالحارة. بس شو بده يحكي الواحد؟ الله يرحمه ويحسن اليه. اي والله جبتيها يا ام بشير، اكيد هو ما في غيره، بس سبحان الله اخذ جزاته. تفضلي خالتي امك. الحمد لله على سلامة أبوك. الله يسلمك يا رب. الحمد لله اللي إجت على هيك مو أكتر من هيك. يسلم. الله يسلمك، تفضل. يسلموا حبيبتي. تفضل. الله قدر ولطف. إيه والله. الحمد لله يا رب. الحمد لله سامي. الحمد لله على سلامتك عمي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم على عمك أبو حاتم. الحمد لله على سلامة عمي. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامة عمي. إهنيكم للسلامة. إهنيكم للسلامة. شرفوا. السلامة عمي. الحمد لله على سلامتك. حاتم عاوزك بشغلي. مورك يا ابو ظافر. شوف ابو حاتم، انا ولدت بها الحاره وربيت بها الحاره، وانت بعينك شايف شو عم بعمل للحاره واهلها، بقى انا عتبان عليك شوي من طرطيش الكلام اللي عم يوصل لي. انا ما بقصد حدا يا ابو ظافر، وانت بتعرف انه انا ابرى الحاره وبعرفها بيت بيت ودخله دخله وزاروبه زاروبه، وبعرف مين هو اللي خرج يكون الزعيم اللي ممكن نرتاح معه كلياتنا. مقبولة منك على كل حال،
والعتب على قد المحبة. ايه شو علي؟ رح اعتبر كلامك طابو، مثل ما تفضلت العتب على قد المحبة. مرة ثانية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.